ليس خلاف بين عاصي الحليني وزياد برجي، والأخير يرد في الغضب تظهر التربية. بعد ساعات على تصدر الخلاف بين الفنانة اللبنانية إليسا من جهة والفنان اللبناني زياد برجي والشاعر اللبناني أحمد ماضي حديث المتابعين، كان لافتاً تغريدة كتبها الفنان اللبناني عاصي الحليني على صفحته الخاصة عبر تويتر قائلاً: مهما حاولت أن ترد الإساءة بالإساءة سيغلبك أصلك الطيب. أحب واللافت أن أحد المتابعين مازح عاصي وربط تغريدته هذه بالخلاف الحاصل بين إليسا وزياد قائلاً له: أخ عاصي، اللي عم يعملوا زياد برجي معك ما بقى مقبول، ونحن كلنا بصفك، ما تهتم، افضحوا بالاسم لأن اللي عم يعملوا مش قليل. ورد عليه عاصي بالقول: زياد حبيبي وما في شي إشاعات وأخبار غير صحيحة. أنا سميتك غرامي، اسمي من أحلى الأسامي. وبالعودة إلى الخلاف بين إليسا وزياد برجي، فقد عاد ووجه الأخير رسالة إلى جمهوره الذي سنده، ونشر زياد على صفحته الخاصة عبر تويتر صورة جاء فيها: علمتنا الحياة في المواقف يظهر الأصدقاء، وفي الشدائد يظهر الرجال، وفي الأحزان يظهر المنسيون، وفي الأفراح يظهر الزائفون، وفي الغضب تظهر التربية. لقد صدق من قال: هذا. وكان خرج الفنان زياد برجي يوم أول من أمس عن صمته، وعلق لأول مرة على تصدر خلافه مع الفنانة إليسا الترند، وحرص زياد على عدم الدخول في أي تفاصيل فيما خص الخلاف أو مهاجمة إليسا، بل وجه رسالة شكر لجمهوره على دعمه بطريقة أخلاقية بحسب ما أشار: عيدي حبيبي قلبي يلي بسرعة حبيته. ونشر زياد على صفحته الخاصة عبر تويتر صورة له وكتب عليها: مرحبا، لو تعرفوا بشو كنت عم فكر هلأ. كنت عم قول لحالي بما أنه كل فنان فانزاته بيشبهوه وبتجمعهم ثقافة وحدة، قديه أنا مبسوط وفخور أني بشبه هيك نوعية من الفانز، مهذبين مرتبين ولاد بيوت وما عندهم قلة أدب. وأضاف: ما تنسوا نحنا مش ضعاف، نحنا محترمين، ولكريتون يقبروني ماي فانز، أنا سو براود. إجيت الصيفي وهلأ رح شوفه كتير ونقضيها مشاوي. وأضاف في تغريدة أخرى: يا عيون زياد، يا أحلى فانز، بتمنى عليكم من قلبي إنه نستمتع بهالعلاقة الحلوة، وإنه هيدا الشيء يلي نزلته هو تقدير مني لألكن بكل محبة لكل شيء عم تعملوه معي، وما هو رسالة ولا إله علاقة بأي موضوع تاني، فبتمنى إنه يضل الجو إيجابي وما نخلي شيء سلبي يفوت على صفحتنا، نحنا صفحتنا بيضة مثل قلوبكن.